لاباس صحيحه، كل شيء بخير، وليداتكم كل شيء بخير. انا جيتكم بواحد الكغاطه، واحد الكغاطه ساهله مهله. شوفوا البنات هنايا عندي الطاقه اللي قطعتها هكايا طريقه طريقه صغار وقليتها، عندي القرعه الخضراء اللي قليتها ودرت عليها غير شويه ديال الملحه، وعندي هذا البنات الدنجال ها هو حتى هو مقطوع طريفه طريفه وقليته. عندي الدجاج البنات مقطع هكايا طويل، والدجاج البنات درت عليه شويه ديال الحار، شويه ديال القزبر، شويه ديال الزيت والملحه والثومه وصافي، وشحرته شحرته غير هكايا ها بوحدو هانتوما. دابا غادي نخلطهم البنات هكايا كلهم هكا، وحاولت نطيب كلشي باش ناخذ الوقت البنات باش ما نبقاش نطول الفيديو بزاف. لا دنجال نقيتو قطعتو طاطا هكا، راه اي واحد يعرف يصايب هادشي. هانتوما خلطتو، غادي ناخذ هاد لاصوص، هادي لاصوص هادي البنات، وانتوما اللي بغيتو ديرو المايونيز ديرو. البنات هذا عندي الفرماج بلون ها هو، غادي ناخذ من البنات هانتوما على هاد لاصوص، غادي نزيد عليه جوج معلقات، جوج معالق كبار هكايا هكا، غادي نخلط هاد البنات مع هاد الخليط اللي عندي. عندي هذه مطيشه البنات، مطيشه اللي الا بغيتو مطيشه خضراء ولا مطيشه ديال الكرتونه، انا درت غير مطيشه ديال الكرتونه، ودرت عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الحار، ودرت شويه ديال القزبر يابس، ودرت عليها زعيطره. هادشي هو اللي درت البنات، وانتم الاختيار كيبقى لكم، ديروا اي عطريه بغيتوها، اي زيبيس اللي كديروا البنات ديروه. انا درت داكشي اللي كيبغي ولادي، مطيشه عاديه ما كاينش فيها شي حاجه اللي البنات. غنشد هاد الطاوة هادي، غندير فيها هكايا هاد لاصوص ديال لا طوماط، هذا عندي الفرماج غابي البنات سبيسيال ديال البيتزا اللي كيدوب. غادي نهز هاد الخليط هكايا، غادي نزيد عليه الفرماج، نديرو بليتي فقط، نديرها هكايا
ثم نقرأ. غادي نمشي هكا بلاص حتى نعمر ونرجع معاكم ان شاء الله. بلات هاد الكغاطه هادي انا صايبها دابا كنشرح ليها البنات. غنشد هاد لاصوص هادي البنات هكا. هاد لاصوص البنات راه مدات شويه الزيت العالي درت فيها الزيت الليدية. غادي نبقى ندير هكا هي ما بين الخبز وهذا ندهنها مزيان. البنات تقدر تقولوا هادي قتلتنا من الكغاطه. علاش انا كندير البنات هادي الكغاطه؟ على حسب الدراري. انا بديت الدراري درت لهم خاطرهم ملي كيجيو من المدرسه ضروري خاصهم يلقاو داك الشيء اللي بغاو. وانا راه البنات عزيز عليا بزاف الطياب، سمحوا لي عزيز عليا بزاف الطياب المغربي، كنطيب بزاف الطياب المغربي ولكن ولادي ما تيبغوش ياكلوا ليا. وضروري ما نخليكم ان شاء الله كسكسو في القناه ديالي بالطريقه ديالي، نطيب لكم ان شاء الله ندير لكم البسطيله، كل شيء ان شاء الله غادي نديرو خصني غير الوقت. وفي القريب في القريب ان شاء الله غندير لكم واحد الاكله شعبيه اللي كيديروها كاع المغاربه وتيحماقوا عليها، وغادي نطيبها بطريقه ديال خالتي ان شاء الله يا ربي. صافي البنات غادي نضيف الفرماج. هانتوما البنات ملي نخرجها ان شاء الله ندخلها الفران ونخليها حتى تحمر وهاد الفرماج يدوب، وملي نخرجها ان شاء الله من الفران نلتقى بكم البنات. البنات انا رجعت لكم، هاي انت الصلاد اللي درت معاها، هادي غير الصلاد نورمال هادي ماغاديش نحسبوها. المهم سمحوا لي البنات، هانتوما البنات شوفوها كي كتجي هاد الكغاطا. غنقول لكم غير حاجه البنات، هاد الكغاطا كلهم اللي كنجرب كلشي اللي كندير ماشي غير كنوض وكندير من راسي. البنات راه هاد الكراطه كلهم ديال لي كرون شيف، غير جربوهم البنات والله ما كنتمو عليهم، راه تيحمقوا والله العظيم. انا ولادي ماشي ساهلين في الماكله ولكن هاد الكراطه اللي كندير لهم والله العظيم ما تيعجبوهم. ها هما البنات ها انتم اللي كتشوفوا، غادي نحطها قدامكم. سمحوا لي اليوم راه كنقول نخرج في الهضره، الله يجيكم راه ضربني البرد راني مريضه. نحاول باش نعيش هاد الخبز نزوها في الصيف. هانتوما البنات كيفاش كتجيها، البنات بالصحة والراحة وحتى الفيديو المجيء إن شاء الله.